اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا اليوم، اذا كنتو جداد مرحبا بكم، والوقت دائما كنقول لكم الدار راهي داركم. ومرحبا بكم كاملين اليوم باش نوجدوا مع بعض هذا الطبق ديال اللحم بالحمص، طبق مغربي شتوي بامتياز، واللي كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا باش تعرفوا على طريقه تحضير هذا الطبق. غنحتاجوا اللحم ديالنا، انا استعملت هنا تقريبا واحد 600 غرام ديال اللحم، استعملوا شحال ما بغيتوا اللحم ديالكم حسب الافراد العائله ديالكم. هنا استعملت زلافه ديال الحمص اللي رطبتها، وهذا الشيء اللي خرجت لي عبرت بالزلافه ديال الحريره. استعملت بصله كبيره ولا تستعملوا جوج صغار، قطعتهم طريفات صغار. واحتاجت المطيشه وحده حكيتها، والصلصه ديال المطيشه، قزبر ومعدنوس واحد جوج معالق كبار، وثومه محكوكه. بالنسبه للتوابل غنحتاج الملح، سكين جبير، فلفله حمراء، الكركم، القرفه، الابزار، والكمون. تقريبا معلقه ونص، معلقه ونص والملح حسب الذوق ديالكم، وزيت الزيتون اللي غادي يكون هو الزيت اللي غادي نطيبوا به هذا الطبق ديالنا. غنستعملنا هنا الطنجره ديال الضغط اللي غندير فيها داك اللحم هو الاول، نزيد عليها البصله، غادي تقدروا طيبوا في طنجره عاديه، ولكن انا غادي ندير الطنجره ديال الضغط باش نسرع في الطهي ديالو. كتعاون كيطيب في ساعه، يعني كيحتاج مني واحد 30 دقيقه اللحم بطيبه اللحم بطيبه الحمص. ندير زيت الزيتون، وغادي ندير معاه الملحه، ونخلي هادو يتقلى واحد شويه لما يتشحر هذاك اللحم. ونحركوه مره مره حتى يتحمر كاع كامل الحيمة، ما تشرب هذاك الزيت وهذاك البصله. انا قطعت اللحم طريفات صغار، تقدروا تخليهم كبار كما تبغيو، هاك صغار كيطيبوا في الساع. تقدروا ديروا حتى في الطاجين، حتى الطاجين تقدروا تديروا فيها الطبق هذا. ومن بعد غادي نزيد القزبر، معدنوس، مطيشه، ثومه، وهذيك لاصوص تاع الطوماط، صلصه الطماطم حتى ينزلها، ونزيدوا كاع التوابل كاملين اللي عندنا. هذو التوابل اللي كيجيو مع هذا، بصراحه كيجيو مع هذا الاطباق الشتويه هكا، كيستعملوا في هذا التوابل سخونه ومزيانه، وكتعطي حتى واحد اللذه خاصه. نحركوا هذيك التوابل وهذاك الربيع والثومه مع هذاك اللحم اللي قليناه، ونزيدوا عليه اللحم ديال الحمص ديالنا. انا الحمص كما قلت لكم درت زلافه تقريبا فيها واحد 250 غرام، 250 غرام ديال الحمص اللي بيت في الليله طايبه، حتى تقدروا تخليوها واحد نص نهار. المهم خصو الحمص يكون زعما فازق مزيان بالماء، يكون شارب الماء، وتغسلوه وتصفيوه وتخليوه. ودابا غادي ندير المرق ديالي، خاص الماء يكون مغطي مزيان هذاك اللحم والحمص، انا كما كنعرفوا الحمص راه تيشرب الماء، خاصو يكون هكذا غالب عليه، يكون الماء باين من الفوق. هادشي كنقولوا اللي ما تيعرفوش، واللي كيعرفوا تبارك الله ما شاء الله عليهم، راه الحادقات راه كاينين هما، كانوا اللي ما تيعرفوش يطيبوا. وتنزيد واحد العود ديال القرفه اللي كان عندكم، ما كانش عندكم راه هذيك القرفه المطحونه راه فيها الكفايه. صافي وغادي نسد عليه، نسد ونخليه يطيب. هنايا عندي غادي يطيب لي واحد هذا الحمص، جربته كيطيب، غنحتاج له 25 دقيقه ديال الطياب، ونرجع من البحث. غادي نشوف هنا الحمص ديالي، غادي نلقاه ملقاه طاب، نزعيه الحبه ديال الحمص، نشوفها الا كانت طيبه. راه صافي اللحم كما تشوفوها هو راه طاب، حتى
هاد اللحمه انا عندي مجربته تيطيب مزيان يعني فايت مطيبيه ميفوتش 20 دقيقه في الكوكوط مي تكون مسدوده والحمص حتى هو نفس الشيء راه طاب. هذا هو الطبق ديالنا راه تم دابا وخليكم معايا حتى تشوفوا التقديم ديالو. كما تشوفوا المرقه كي تكون هكا تجي خاسره تجي مزيانه معاه ما حتاش ندير المرقه بزاف. هذاك الماء اللي درتو راه كان كافي تقريبا كما قلت لكم يغطي سي بون يغطي لكم اللحم ديالكم الحمص تحطوه. وهذا هو الشكل ديالو بصراحه كيجي لذيذ والرائحه ديالو زوينه 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 تيجي معلك وزوين. المرقه ديالته هي نيشان ما زايده ما ناقصه. كنتمنى هذا الطبق يعجبكم حتى نتوما وتجربوه ان شاء الله يا ربي وتستمتعوا بالاكل ديالو وكيعجب الوليدات. وهذه اكله راه زوينه في هذا المشتى يعني الذات ديالنا كتكون حاجه الحوايج محتاجه الحويجات كما هكا سخان وهذه ما شاء الله راه الطبق سخون وزوين في هذا المشتى اللي كنضيفوه من اطباق الشتويه ديالنا في المغرب اللي كنعرفوهم ما شاء الله. راه كاين عندنا الانواع والاشكال عندنا من باش نغيروا في هذا المشتى وكنتمنى هذا الشيء يعجبكم بالصحه والراحه. وشكرا لكم ما تنسونيش من اللايكات والاشتراكات. الى اللقاء ومع السلامه. شكرا لكم.